ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني البيان الصادر من وزارة العدل الذي أطلعت فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب إسدال الستار عليها. وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني أن مثل هذه الإجراءات تصب يقينا في صالح الأجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.